بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وتوفيقا وإخلاصا في الدين. وبعد، أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، نبتدئ من الأسئلة التي ترد من الفيسبوك ثم ننتقل لاتصالاتكم. يقول: حكم القراءة من المصحف في الصلاة. عند الشافعية جائز، عند السادة الشافعية جائز، عند الحنفية مكروه تحريما. وفينا نقلد الشافعية، ما في أي إشكال. ما حكم العمل في مصنع لصناعة منتجات تبغ السجائر؟ لنشوف بالأصل أنه شو حكم الموضوع. هذا موضوع طبي وليس موضوع شرعي. بنشوف رأي الأطباء في الموضوع وبعدين بنحكم على العمل. هل يمكن أن ترجع الزوجة بعد الخلع؟ الخلع عند السادة الحنابلة هو فسخ وليس بطلاق، وهذا أخذ به قانون الأحوال الشخصية. فمعناته إذا صار مخالعة بين الزوج وزوجها، ولو كانت هي رقم ثلاثة، فيها ترجع، لأنه هو لا يعد طلاق، يعد فسخ. ففي رجعة بعد الخلع فيه. هل يجوز للمسلم أن يفطر في رمضان لأنه يأخذ في دواء بوقت معين لا يستطيع تأجيله إلى وقت الإفطار؟ هلا إذا كان الدواء لابد منه، وهذا إذا ما أخده بيعمل له خلل صحي ولازم بهالتوقيت المعين، مثلا كل ساعتين حبة وكذا، لا بيفطر، لكن عمدته في ذلك الطبيب. بيفطر وبيقضي يوم محله، ما قدر يقضي بقية الحالة مستمرة معه على طول، بيتحول للكفارة. سيدي فطرت عمدا صوم التطوع، فهل عليها من إثم؟ هل عند الشافعي المتطوع هو أمير نفسه؟ يعني أنا صمت اليوم نافلة، جته دعوة على الغداء، بيحق له يفطر؟ عند الشافعي بيحق له، عند الحنفي ما بيحق له. فإذا فطر في إثم ويقضي يوما مكانه نافلة، إذا فطر عند الحنفي يأثم وبيفطي، يعني مكروه تحريما ذلك، وبيقضي يوم مكانه. عند الشافعي لا يأثم ولا يقضي يوما مكانه. زوجي قال لي أنت طالق، وقال لم تكن نيته طلاق، فما الحكم؟ بيقع الطلاق. هذا من الألفاظ الصريحة التي لا تحتاج إلى نية. إنسان تاب من ذنب ثم عاد إليه مرة ثانية ثم تاب منه ثم عاد إليه مرة ثانية، هل هذا الإنسان منافق؟ وهل له توبة؟ هلأ إذا هو كل ما بيذنب يعني بيعزم على التوبة بصدق وبحق، بعدين بتضعف نفسه، لا هذا له توبة إن شاء الله. ليش؟ لأن النبي يقول: لولا أنكم تذنبون ثم تستغفرون ثم يتوب الله عليكم لذهب الله بكم، ثم أتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. الله بيحب التوابين وبيحب المتطهرين. التوابين هو كل ما أذنب بيتوب، والذنب ما بيكون عن إصرار، بيكون عن ضعف، وخلق الإنسان ضعيفا. حكم ترك المرأة قضاء ما عليها من رمضان حتى دخول رمضان آخر. هذا الحكم عند الشافعية بدها تقضي بعد رمضان الثاني مع دفع كفارة، وعند الحنفية بتقضي بدون دفع كفارة. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، نذهب إلى فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، عدنا لاتصالاتكم. مع اتصال. ألو. ألو، مرحبا. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بس بدي أسألك بعد إذنك. اتفضلي. أنا زوجي بدي يدفع الفطرة. نعم. فيه يدفع على أخته أرملة؟ ايه، بيصير يعطي اخته بياخذ ثواب مضاعف. ناخذ اتصال. الو، مرحبا شيخنا. يا اهلا وسهلا ومرحبا، يعطيك العافية. الله يعافيكم. يا هلا شيخنا. هلا انا بدي اسأل سؤال شوي هيك مشربك. تيتي، بس ارفعي لي صوتك. متجوزة شوي. غير جده. ايه تمام. هلا تيتي متجوزة غير جده. نعم. هلا عندها من جده 5 أولاد، بس من الرجال الثاني جابت فنت. هاي البنت رضعتها مع أولاد خالتي. هلأ هدول بيصيروا خوالي شي؟ هلأ هي بنت ستك رضعت. ايه. من وين رضعت؟
لا لا هلا تيتي لما جابت البنت الثانية رضعت ولاد خالتي. رضعت ولاد خالتك، هي البنت اختهم بالرضاعة. يعني هلا هن يعدوا اخوالي، يعني احنا بننكشف عليهم؟ يعني هي البنت اللي من ستك تمام، هي من ستك، اجيتوا اولاد خالتك رضعوا من ستك، اولاد خالتك وهي البنت، هدول مين؟ اخوات بالرضاعة. تمام، يعني هلا نحن بننكشف عليهم هدول اولاد خالتي ولا لا؟ انت شو بتكوني، يعني شو بتكوني هلا هدول اولاد خالتك صاروا يعني مثل اخوالي، اخوالك بالرضاعة، ايه تنكشفي عليهم. ناخذ اتصال. الو 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 الو، يعطيك العافية شيخ. الله يعافيك، يا اهلا وسهلا. شيخ حابة اسألك سؤال. ايه تفضلي. شيخ انا امي مطلقة. نعم. حابين نعطيها الفطرة بتجوز؟ الولد ما بيعطي امه فطرة، الولد بينفق انفاق يجب عليه الانفاق، عيب الولد يعطي امه فطرة، شرعا لا يجوز. ناخذ اتصال. الو السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام بخير ان شاء الله، بالصحة والعافية وعلى سوريا. علينا وعليكم وعلى الجميع ان شاء الله. بدي اسألك سؤال بس دكتور، الله يخليك، بعد ما تفكر تجاوبني عليه. على رأسي. عندي ثلاث اولاد برات سوريا، بحق لي ادفع فطرتهم علي لهم؟ هن بيوكلوك وبتدفع عنهم، هون بيصير. ناخذ اتصال. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله كل عام وانت بخير شيخي. وانتو بخير يا اهلا وسهلا. شيخي الله يوفقك، بعد اذنك بدنا نسألك، القطرة بالعين بتفطر؟ القطرة بالعين ما بتفطر. لا اصبح كمان الكحلة ما بتفطر بالعين كمان ما بتفطر. الله يجزيك الخير شيخي. على راسي، اهلا وسهلا. ناخذ اتصال. الو الو مرحبا. اهلا وسهلا. الو مرحبا. اهلا وسهلا. شيخ العطر بيفطر؟ العطر ما بيفطر بس مكروه عند الشافعيه، عند الحنفيه ما في كراهه. طيب شيخي انا عم دوخ وعم يتقل راسي كثير ونازلين لوزاتي، فيني افطر؟ هلا اذا ما فيك تكملي الصيام فيكي تفطري، اما اذا قادره تكملي لا بتتحملي شوي وبتكملي النهار. هلا انا عم كمل يعني غصن عني. نعم عم كمل انه بالزور يعني. هلا انت بتقدري، بل الانسان على نفسه بصيره، كل واحد بيعرف حاله اذا قادر يكمل ولا لا. مالك قادر تكملي بتفطري. تفضلي. شيخي انا كنت عم اتحمم يومين وحسيت انه بلعت مي يعني من تمك. لا فات يمكن من اذني او هيك شيء. هلا من الاذان عند الحنفيه ما بيفطر بالحمام او السباحه، لكن من الفم بيفطر. ناخذ اتصال. الو 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 اهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيفك دكتور؟ اهلا وسهلا، تفضل. دكتور انا وزوجتي صار في بيناتنا خلاف، هي بدها تروح على العرس وانا قلت لها ما بصير تروحي على العرس، هو عرس ابن رفيقته. نعم. وقلت لها ما في تروحي على العرس صباح، قام قالت لي لا بدي اروح على العرس، هو عرس ابن رفيقته. اول يوم ما اقتنعت، ثاني يوم قالت لي كمان بدي اروح، قلت لها اذا تروحي بتعتبر كل شيء بيناتنا انتهى، كمان ما اقتنعت، قلت بدي ارجع. قال لها عم بحكي معها على التليفون هي عم بيت اهلها، قلت لها انه ما في روحها، قالت لي لا بدي اروح، قام سكر خط بوشي، قمت بعثت لها رساله قلت لها اذا بدك تروحي على العرس بدك تعتبري حالك انت طالق مني، انا لا نيتي اطلق ولا نيتي انه شيء، بس بدي اخوفها انها ما تروح حتى على العرس. هلا اذا ما نيتك الطلاق كفاره يمين. كفاره يمين انه اطعام 10 مساكين او تمام. صيام 3 ايام. تم اطعام 10 مساكين. طب شيخ دكتور تفصيل هي تدفع؟ انت اللي حلفت. كمان يعني فوق ما بدك اياها تروح على العرس وكمان بدك تدفعها مصاري. عم تجور عليها كثير، ما بصير هيك.
الله يعطيك العافية دكتور. على رأسي، أهلا وسهلا. ناخذ اتصال. ألو. ألو. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدي أسألك سؤال. أي أهلا وسهلا. الحبة تحت اللسان تبع القلب بتفطر؟ هلا الحبة تحت اللسان حسب ما قال المجمع الفقهي إنه ما بتفطر، بس عند أئمتنا القدامى كلهم بتفطر، في يقلد هذا القول وفي يقلد هذا القول. يعني إذا صارت معه مرة واحدة بس يقضي يوم محله، أما إذا مستمرة الحالة في يقلد المجمع الفقهي ويقول إنه ما بتفطر ما بتفطر. ناخذ اتصال. ألو. السلام عليكم شيخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي بدي عندي سؤال بدي أسألك يعني. إيه تفضل. أول سؤال، إن إذا الواحد فطر بدون عذر، هلا هو ارتكب إثم، ارتكب إثم كبير، هلا بده يقضي يوم محله بعد رمضان بس مع الإثم، لأنه هذا شهر الله، اللي بيفطر بشهر الله بشهر رب العالمين يعني إثمه كتير كبير. السؤال الثاني. السؤال الثاني، إذا البنت عم تقرأ بالقرآن بدون حجاب، هلأ القراءة القرآن مع الحجاب هو أدب من أداب التلاوة، هلأ بيصير لكن يكون هي ما كانت يعني متأدبة مع القرآن الكريم. هلأ طالما بدنا نقرأ قرآن يعني بدنا نتأدب معه، بس بيصير بيصير. السؤال الثالث. ناخذ اتصال. ألو. ألو. عافية شيخي. الله يعافيك، أهلا وسهلا شيخي. واحد طلعت له الورثة وراد يشتري فيها اشترى فيها ذهب، بدفع عليها كفارة؟ الذهب قديش استمر سنة عنده؟ نعم. الذهب اللي اشتراه بقي عنده سنة؟ لا لا شهر. شهر يعني هو طلعت له ورثة واشترى ذهب وصلى شهر القصة كلها مو هيك؟ ايه ايه شيخي. ايه ما حال الحول عليه، هذا ما بيطلع زكاة. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، نذهب إلى فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، عدنا لاتصالاتكم. مع اتصال. ألو. ألو. ألو أهلا وسهلا. ألو. مرحبا شيخي. يا هلا، بدنا ترفعوا الصوت شوي بس. إيه أنا بدي أسألك سؤالين. ايه تفضل. انا بسألك سؤال. ايه اول سؤال، انه اذا واحد حمام بيكون انه توضى بيصير يصلي؟ واحد عمل دوش بيطلع متوضي، ما بده يعيد الوضوء، يعني بصح انه بالغسل بيمشي الحال بيطلع متوضي. السؤال الثاني. ناخذ اتصال. الو. الو. الو اهلا وسهلا. أخنا كيفك؟ يا ميت أهلا وسهلا. الله يخليك. أخنا سؤال صغير بس، هلا في عنا الحجة هون كبيرة بالعمر. نعم. بتضل تقاتل وتسبسب وهي صايمة، بيمشي الحال هيك صيامها؟ هلا بدنا نطول بالنا عليها، إذا كبيرة بالعمر بيكون ضايق خلقها، بدنا نتحملها. يعني هلا هي الآن بجوز عم تطلع خلقها من المرض، طالع خلقها من ألم، يعني بدنا نتحملها شوي. والله بيتقبل من الجميع إن شاء الله. ناخذ اتصال. ألو. السلام عليكم شيخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخلينا إياك يا رب، رمضان مبارك علينا وعليكم وعلى الجميع إن شاء الله. شيخي بدي أسألك سؤال. إيه تفضلي. شيخي هلأ أمي هو عم يأذن مثل هو بيقول الله أكبر، هي بتصلي، فصلاتها مقبولة أم لا؟ يعني بس يأذن يقول الله أكبر بتفوت بالصلاة. ايه هي بتصلي. ايه صلاتها صحيحة بس مع الكراهة، لأنه لازم ينتهي المؤذن، بس هو مجرد قال الله أكبر دخل الوقت يعني بصحة تصلي، صلاتها صحيحة. شيخي بالسؤال الثاني. نعم. شيخي هلأ خالتي جوزي حالف عليها يمين ما تروح، ما تروح عبيت جدي. نعم. فهي راحت، فشو يمين هاي هاد اللي فشو فترة هاد يمين؟ شو اللفظ اللي قاله وقت حلف الطلاق؟ قال له علي الطلاق ما بتروحي عبد أهلك، وإذا رحتي ما عاد إلك رجعة. وقصده الطلاق هو؟ إيه
الجاي حلف عليها ثلاث يمينات طلاق. يعني بنفس الجلسة ثلاث يمينات طلاق؟ ايه، وقال لها تقعدي تجي على البيت. قامت شيخي هي قعدت للمساء ورجعت راحت على البيت. يلا وقعت طلقة واحدة، بما انهم بجلسة واحدة ثلاث طلقات نعتبرهم طلقة. اذا ما في طلقات قبل بيرجعها. شيخي والسؤال الثالث سكاتة. ايه تفضلي. شيخ هلأ بتجوز على ست الفطرة؟ مين بده يعطيها الفطرة؟ ابنها؟ هلأ ابي بده يعطي ست الفطرة وهي أرملة، بتجوز عليها ابنها؟ لا ما بيجوز، لا هي امه واجب يدفع لها وينفق عليها ويعطيها من ماله، اصلا المصاري كلهم إلها. بناخذ اتصال. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك شيخ؟ ان شاء الله بخير. يا ميت اهلا وسهلا ومرحبا. اهلا فيك. بدي اقول لك عندي بنتي عندها ولدين، واحد عسكري واحد عندها يعني بالبيت، بجوز انه نحن هون نعطيها الفطرة ابني يعني. مين بده يعطي مين؟ ابني مشان يعطيها لاخته. ايه بصير اخ بيعطي اخته ما في اي اشكال وله اجر. ايها السادة المشاهدون والمشاهدات، مع هذا الاتصال الاخير اترككم بعون الله ورعايته، على امل اللقاء بكم دائما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.